اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بيبدا فيلمنا مع شخص بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه محبوس في اوضه على شكل مكعب، وبيبدا يستكشف المكان من حواليه، فبيكتشف ان المكعب ده ليه 6 ابواب عباره عن مخارج ل6 مكعبات تانيين، وبيفتح واحد من المخارج ديت وبينط في المكعب التاني، ولكن فجاه بيظهر ان المكعب فيه فخ، واللي بيكون عباره عن شبكه من الحديد بتخبط في الشخص ده بتقطعه لأجزاء صغيرة. نفس الوقت وفي مكعب تاني بيفوق واحد اسمه كوينتن، وبيبدأ انه يتنقل ما بين المكعبات بحذر لحد ما بيلاقي مكعب جواه شخص فقد الوعي، وبيعرف من الاسم المطبوع على هدومه ان اسمه ديفيد، وبيحاول ان هو يفوقه. وبعدها بنتفاجئ ان واحد من المخارج بيتفتح وبيلاقي واحدة ست بتبص عليهم، فبيستخبى كوينتن وبيقدر يوقعها على الأرض، وبيشك ان هي اللي عملت فيهم كده، وبيكون على وشك ان هو يضربها، ولكن بيلاقيها خايفة زيهم بالظبط، فبيستنتج انها مجرد سجينه، فبيهديها وبيطمنها ان هو مش هيأذيها. وبنعرف بعدين انها دكتوره واسمها هيلين، وفجاه بيسمعوا صوت واحده بتعيط، وعن طريق تحديد مصدر الصوت يعرفوا المكعب اللي هي فيه، فبيفتحوا المخرج وبيدخلوها، وبتكون شابه مراهقه واسمها ليفنت، وبتبقى مرعوبه ومش فاهمه اي حاجه. وفجاه بيتفتح المخرج اللي في سقف الاوضه، وبيدخل عليهم الشخص الخامس واللي بيكون اسمه رين، فبتوجه هيلين كلامها لكوينتن وبتسأل عن السبب اللي بيخليه يتنقل بحذر ما بين المكعبات، فبيقول ان هو اكتشف وجود افخاخ في مكعبات معينه، وبتكون ليفنت مرعوبه من اللي بيحصل، وبيلاحظ كوينتن ان النضاره بتاعتها واقعه، فبيديها ليها وبيهديها وبيطمنها ان هو شرطي ومش هيسيبها الا لما يخرجها من المكان ده، وبتظهر على كل علامات الخوف استثناء ديفيد اللي بيكون هادي جدا وكانه يعرف حاجه ومخبيها. ووقتها بتروح هيلين تطمن عليه، وبتكتشف ان هو مصاب في راسه ولكنها بتبقى اصابه خفيفه. اما رين فبيبقى مش مركز معاهم، وبيبدأ ان هو يفتح المخارج اللي حواليهم، وبيستخدم الجزمة بتاعته وبيرميها في الأوضة قبل ما بيدخلها علشان يتأكد لو في فخ او لا، وفعلا بتتحرق الجزمة بتاعته، فبيستنتجوا ان الأوضة ديت فيها مستشعر حركة، وبيهديهم كوينتن وبيسألهم هما دخلوا المكان ده ازاي، ولكن محدش فيهم بيكون فاكر، وبيظهر ان هما كانوا بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وفجأة صحيوا في المكان ده وبيكونوا طول الوقت سامعين صوت حاجة بتتحرك خارج المكعب اللي هم فيه، ولكن مش عارفين ايه هي. فوقتها بتقترح ليفنت ان هم هيفضلوا في مكانهم لحد ما يجي حد ينقذهم، ولكن ديفيد بيقول ان مفيش حد هيجي، وبيبدأ كوينتن يفكر ويخمن ان المكان ده عبارة عن متاهة ليها مخرج واحد، وانهم لو قدروا يمشوا في المكعبات الصحيحة هيوصلوا للمخرج ده، فبيقرر ينفذ فكرة رين وهي انهم يختبروا الغرف عن طريق الجزم بتاعتهم. وفي طريقهم من المكعب اللي هم فيه بتلاحظ ليفنت ان عند كل مخرج في رمز مكون من 9 ارقام، وبيخمنوا ان هو بيمثل رقم الغرفة او المكعب، ولكنه بيبقى رقم كبير جدا، وده معناه ان عدد المكعبات في المتاهة اكتر من 400 مليون مكعب، وده لانهم مش هيقدروا يعيشوا بدون اكل وشرب غير 3 ايام بالكتير بس، واللي بتكون مدة غير كافية ان هم يستكشفوا كل المكعبات دي. وبيكتشفوا وقتها ان رين بيستخدم حيلة ذكية، وهي انه بيمص الزرار بتاعه علشان يحتفظ باللعاب بتاعه اطول وقت ممكن، فبيقرروا يعملوا زيه، وبعدها بيتحركوا للمكعب اللي بعده. وبالرغم من ان الجزمة مش بيحصل ليها حاجة، ولكن رين بيرفض يخليهم يدخلوا، وبيقول ان الغرفة هواها جاف، وده معناه ان جواها مستشعر كيميائي بيكتشف اجسام الكائنات الحية بس، فبينبهروا بذكائه، وبيركز كوينتن باسمه، وبيكتشف ان هو كان مجرم محترف وانه هرب من السجن اكتر من 6 مرات قبل كده باستخدام ذكائه، فبيطمن الاربعة ان هم في امان معاه، وبيقول وقتها رين ان هو بيساعدهم لانه محتاج اكبر عدد من الجزم بس، مش علشان خايف عليهم ولا حاجة. واثناء ما هو بيتكلم بينط للمكعب اللي جنبه، ولكن فجأة بتخرج مادة سامة، فبيرجعوا بسرعة للأوضة بتاعتهم وبيحاولوا ان هم ينقذوه، ولكن جسمه بيبدأ التآكل لحد ما بيموت، وبيتصدموا الأربعة الباقيين وبيخافوا وبيستنتجوا ان اللي حط الأفخاخ ديت أذكى منهم كلهم، وبيحسوا الأربعة باليأس وبيكون نفسهم يعرفوا سبب وجودهم في المكان ده. أما كوينتن فبيبقى متأكد ان كل شخص فيهم ليه وظيفة معينة، وانهم لازم يتعاونوا علشان يخرجوا من المتاهة، وبيكون عارف ان كونه شرطي دي الحاجة اللي بتميزه. اما هيلين فميزتها انها دكتورة وتقدر تنقذ اي شخص فيهم في حالة انه اتعرض لاصابة، وبيكون عايز يعرف ايه موهبة ليفنت، ولما بيسألها بتقول له انها مجرد بنت عادية وما عندهاش اي ميزات. طب يسأل ديفيد واللي بيقول انه موظف عادي وبرضه ما عندوش اي موهبة. واثناء ما هما بيتكلموا بيلاحظوا ان كل متعلقاتهم الشخصية اتاخدت باستثناء نظارة ليفنت، فبيستنتج كوينتن انها
تقدر تفيدهم في حاجه، وبيخمن ان الحاجه ديت ليها علاقه بالارقام اللي عند كل مخرج، وبيطلب من ليفن تركز في الارقام ديت كويس، يمكن تعرف حاجه. فبيكتشف وقتها ليفن ان كل الغرف اللي بدون افخاخ كانت باعداد غير اوليه، وبكده نكون عرفنا ان موهبه ليفن الحسابات والارقام بشكل عام. وعلشان يتاكدوا من كلامها بيرموا الجزمه اللي معاهم في اوضه برقم غير اولي، وبيكتشفوا انها فعلا ما فيهاش فخ، وبيعتمدوا على كلامها وبيبداوا ان هم يتحركوا ما بين المكعبات، ولكنها بتحتاج وقت طويل علشان تتاكد اذا كان رقم الغرفه اولي ولا لا. وبيحاول كوينتون ان هو يستغل الوقت ده ويسليهم، فبيكلمهم على نفسه وبيقول انه عنده 3 اولاد وان زوجته انفصلت عنه. فبيلاحظ كوينتون ان ديفيد رافض يتعاون معاهم، فبيبدا يشك فيه، وبيوصلوا لاوضه معينه ولكن بيعرفوا من رقم الغرف اللي حواليهم ان كلها مفخخه، وبيكون ما قدامهمش غير ان هم يشوفوا رقم الغرفه اللي في السقف. فبيستخدم كوينتون لياقته البدنيه وبيطلع يشوفها، وبمجرد ما بيفتح المخرج بيوقع عليهم شاب، وبيكتشف ان اسمه كاذانو وانه من ذوي القدرات الخاصه، فبيحس ان هو يكون حمل عليهم وبيتضايقوا. ولكن هيلين بترفض ان هم يتخلوا عنه، وبتبدا تتعامل معاه بمنتهى الهدوء علشان يوافق يسمع كلامها. وبيوصلوا طريقهم لاوضه معينه، وبينط كوينتون اول واحد، ولكن فجاه بيلاحظ ان في حاجه حواليه، وبيكتشف ان الاوضه مفخخه وانه اتحبس جوه الفخ، ولكنه بيستخدم ذكائه وبيقدر يخرج من الفخ ده، ومع ذلك بيتصاب في رجله اصابه خفيفه، فبتربط له هيلين الجرح علشان يكملوا مهمتهم. وبيظهر ان كازانو خاف من صوتهم العالي وبدا ان هو يبكي، فبيتعصب كوينتون وبيامرهم يسكتوه باي طريقه، وبيكون لسه في المكعب اللي قبلهم. فبيروح ديفيد اللي عنده وبيحاول انه يهديه، وفي الوقت ده بيستغل كوينتون الفرصه وبيتكلم مع البيتين، وبيقول ان هو شاكك في ديفيد، وده لانه ساكت طول الوقت، فبيخمن ان هو جاسوس وانه ليه علاقه بكل اللي بيحصل، وبيكون واثق من كلامه، وده لانه بيعرف يقرا الناس كويس. ولكن البنتين بيبقوا مش مقتنعين، وبيرجع ديفيد ومعاه كازانو بعد ما قدر ان هو يهديه، وبيستنتجوا الاربعه ان موضوع الارقام معقد اكتر ما هم كانوا فاكرين في البدايه. وبيبدا كوينتون وديفيد ان هم يتخانقوا، وبيامروا كوينتون ينط اول واحد في الاوضه اللي جنبهم، فبيرفض ديفيد، وده اللي بيخلي كوينتون يشك فيه اكتر. فبيرد عليه ديفيد وبيقول ان كل محاولاتهم هتفشل، لان مفيش طريقه للخروج من المكان ده اصلا. فبيستنتجوا الاربعه ان هو يعرف حاجه، وبيجبروه ان هو يتكلم، فبيضطر ديفيد ان هو يعترف، وبيقول ان هو كان من ضمن المهندسين اللي بنوا غلاف المكعب الكبير، ولكنهم كانوا عايزينه في مكتب لوحده، وعلشان كده ما يعرفش اي تفاصيل عن المشروع ده ولا عن سبب حبسهم جواه، وكمان ما يعرفش اي حاجه عن الارقام ولا معناها. وبيكمل كلامه وبيقول انه حتى ما يعرفش مين صاحب المشروع ده، وانه كان بيضطر ينفذ الاوامر بدون ما يعرف اي تفاصيل. فبيتعصب كوينتون عليه وبيبدا يضربه، ولكن هيلين بتهديه وبتقول له ان هو الوحيد اللي يعرف حاجات كتير عن المبنى ده وممكن يساعدهم في الخروج. وبتبدا ليفنت تتكلم مع ديفيد، وبتعرف منه ابعاد المبنى من بره، وعن طريق معرفتها بابعاد كل غرفه بتقدر تحدد عدد الغرف التقريبي، وبتستنتج ان الرقم الموجود عند كل اوضه عباره عن احداثيات تساعدهم يعرفوا مكانهم في المكعب الكبير، وتقدر تعرف ان هم على بعد 7 غرف من حافه المبنى، وبيكون ما عندهمش حل تاني غير ان هم يمشوا وراها. وبيكون كوينتون عايز ديفيد هو اللي يدخل للاوض الاول، وده لانه اقل فايده فيهم، ولو مات مش هيخسروا حاجه. ولكن هيلين بترفض وبتقول ان العدل هو ان هم يمشوها بالدور. وبيوصلوا لغرفه معينه، وبتكون ليفنت مستغربه من احداثياتها، وده لان ارقامها بتقول انها خارج المكعب اصلا. وبيدخلوها وبيكتشفوا ان كل الغرف اللي حواليها مفخخه، فبيبداوا يدوروا على اسهل فخ منهم بيشتغل بالصوت. وبيكون كوينتون خايف من كازانو، وبيقول ان هم لازم يحبسوه في غرفه ويسيبوه، وده لانه مش هيقدر يعدي من الفخ ده. ولكن هيلين بترفض يسيبه، فبيشرحوا لكازانو خطوره الموقف، وبيامروه ان هو ما يتكلمش، وبيبداوا يعدوا من الفخ واحد واحد لحد ما بيجي الدور على كوينتون، واللي بيكون اخر واحد فيهم. وقتها بيضحك كازانو بالغلط، وبسببه بيكون كوينتون على وشك ان هو يموت، ولكنه بيهرب من الفخ على اخر اللحظه. وبسبب اللي حصل بيحاول كوينتون انه يضرب كازانو، ولكن هيلين بتتدخل وبتدافع عنه، فبيبدا كوينتون وهيلين يتخانقوا. وبنلاحظ ان كوينتون شخص عصبي ومش بيقدر يتحكم في نفسه، فبتقول هيلين ان طبيعي ان زوجته كانت تتخلى عنه، فبيتعصب كوينتون من كلامها وبيضربها بالقلم. وبعدها بيبدا ديفيد يفتح المخرج اللي عليه الدور، وبيكشفوا انهم وصلوا لحافه المبنى، ولكنهم بيبقوا على ارتفاع عالي جدا ومفيش اي وسيله للنزول. فبتتطوع هيلين انها تخرج تستكشف المكان، ووقتها بيقلع كل واحد هدومه وبيعملوا منها حبل طويل، وبتمسك هيلين في الحبل وبتخرج تستكشف المكان. ووقتها بيمسك الباقي الطرف
الطرف الثاني علشان يحموها، وتبدا هيلين تتحرك بحرص وبتبدا انها تدور على اي حاجه تساعدهم، ولكن اثناء ما هي بتتحرك بيفلت الحبل من ايدهم، وبتكون هيلين على وشك انها تقع، بس بيقدر كوينتن ان هو يمسك الحبل على اخر لحظه، وبيفضل ماسك في الحبل ولكنه بيقرر انه يسيبه، فهيلين بتقع وبتموت، وبيقول للباقيين انه ما قدرش يمسكها، وبيمثل انه مصدوم ومتضايق، وبسبب اللي حصل بتتعب ليفنت، وبتقول انها مش قادره تفكر، فبيقرر كوينتن ان هم يناموا شويه، واثناء ما هم نايمين بيظهر ان الغرفه بتتحرك من مكانها ولكنهم مش بيحسوا بحاجه، وبتفوق ليفنت وتكتشف ان كوينتن نقلها الاوضه اللي جنبهم، وبيكون عايز ان هم يكملوا حل المتاهه، وبيقول ان الباقيين بيعطلوهم مش اكتر، فبتتخانق مع ليفنت وبترفض انها تمشي بدونهم، وفي الوقت ده بيقدر ديفيد وكازانو يوصلوا الاوضه اللي هم فيها، وبيقف ديفيد قدامه وبيتحدى، فبيحاول كوينتن انه يخوفهم، وبيقول ان هيلين لما تخطط حدودها معاه ماتت على طول، فبيستنتجوا ان هو اللي قتلها وبيتصدموا، فبيبدا كوينتن يضرب ديفيد، وبعدها بيفتح المكعب اللي تحتهم وبيرميه فيه، ولكن بيستغربوا لما بيلاقوا ديفيد بيضحك، فبيدخلوا عنده وبيلاقوا جثه رين، فبيستغربوا جدا، وده لانهم سابوا الجثه في غرفه بعيده جدا عن المكان ده، وبيستنتجوا ان الغرف بتتحرك من اماكنها، وان ده سبب الصوت العالي اللي بيسمعوه، وبتبدا ليفن تتركز في الارقام، وبتكتشف انها مش بس بتدل على مكانهم في المكعب، ولكنها كمان بتقدر تحدد هم هيتحركوا فين وهيوصلوا لحافه المكعب امتى، ولكنها بتبقى حسبه معقده ومحتاجه لوقت طويل، وبتفتكر الاوضه اللي دخلوها قبل كده واللي كانت الاحداثيات بتاعتها بتقول انها خارج المكعب، تستنتج انها كانت عباره عن جسر، ولو قدروا يوصلوا لها وفضلوا جواها لحد ما تلف دوره كامله وترجع مكانها، وقتها بس هيبقوا عند المخرج، وبيقرروا ان هم يدوروا على الغرفه دي بسرعه ترجع تتحرك من تاني، وبترجع ليفن تركز في الارقام، وبتكتشف ان الغرف اللي فيها فخ مش اللي بتتكون من الارقام الاوليه، ولكن اللي بتتكون من اسس الارقام الاوليه، وبتكون المشكله هي ان الارقام صعبه وهتحتاج وقت طويل جدا علشان يقدروا يحددوا اذا كانت فخ ولا لا، وفجاه بيبدا كازانو يتكلم وبيقدر يحسب الاسس بمنتهى السهوله، وبيكتشفوا ان هو عبقري في الرياضيات، وانهم لو كانوا تخلوا عنه كان عمرهم ما يعرفوا يخرجوا من المتاهه ديت، وبيقدر ان هو يساعدهم في حل الالغاز ديت، واثناء ما هم بيتحركوا ما بين الغرف يحاول ديفيد انه يقفل المخرج على كوينتن علشان يخلصوا منه، ولكن كوينتن بيقدر يفلت منه وبيبدا يجري وراهم، وبيكون عايز ينتقم من ديفيد، ولكن ديفيد بيحضر ليه فخ، وبيكون فاتح المخرج اللي في ارضيه المكعب، فبيقع كوينتن فيه وبيموت، فبيفرحوا الثلاثه ان هم اخيرا اتخلصوا منه، وبيرجعوا يكملوا بحثهم عن غرفه الجسر، وبيوصلوا لغرفه معينه بتلاقي فيها ليفنت جزء من ازاز النضاره بتاعتها، فبيستنتج ان ديت الاوضه اللي بداوا منها، وبناء على حساباتها فيكون فاضل لهم اوضه واحده، ويوصلوا لغرفه الجسر، وفعلا بيوصلوا الاوضه اللي بتمثل جسر، ولما بيفتح المخرج بتاعها بيلاقوا ضوء ابيض قوي قدامهم، فبيستنتجوا ان خطتهم نجحت وبيفرحوا، ولكن المفاجاه ان ديفيد بيكون رافض انه يخرج، وبيقول ان هو ما عندوش اي سبب يخليه يخرج للعالم اللي مليان بغباء البشر، طعن ليفنت من ظهرها وبتموت، وبنكتشف ان كوينتن هو اللي قتلها، وبيتصدموا لما بيعرفوا ان هو لسه عايش، وبعدها بيقرب من ديفيد وبيطعنه هو كمان، وبيكون كازانو مرعوب من اللي بيحصل، وبيقدر انه يمشي في اتجاه الضوء الابيض، وبيحاول كوينتن ان هو يخرج وراه، ولكن المخرج بيتقفل فجاه علشان الاوضه هتتحرك، فبيقفل على جسم كوينتن وبيقتله، وبكده بيكون كازانو هو الوحيد اللي قدر يحل اللغز ويخرج سليم من المتاهه.